على ارتفاع نحو كيلومترين فوق جبال الأطلس، ينتظر سكان قرية الزلال بفارغ الصبر أي مساعدات تصل إليهم بعد أن دمر الزلزال قريتهم التي لا يمكن الوصول إليها سوى عبر ركوب دواب مثل هذا الحمار. فهذه الدابة هي وسيلة الانتقال الوحيدة التي يعتمد السكان عليها للحصول على احتياجاتهم الأساسية. هذا المساعدات غادي يطلعوا لهذوك الدوار اللي في هذاك الجبل، ما عندوش طريق، دوار الزلال ما عندوش طريق، غادي يوصلوا بالدواب ديالهم. تستغرق رحلة وصول المساعدات إلى هنا نحو 30 دقيقة قبل أن توزع على الأسر الأكثر تضرراً من الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 من الشهر الجاري. ولكن قبل وصول المساعدات إلى هذه المنطقة الواقعة في إقليم شيشاوة على بعد نحو 25 كيلومتراً عن مركز الزلزال، تقسم الشحنة على المنكوبين من خلال قرى اتفقوا على تنظيمها لتحديد طبيعة أنصبة كل منهم. باش كاع الناس يستافدوا، باش كاع الناس يستافدوا وكاع الناس يبقوا على خواطرهم، باش ما يكونش شي مشكل يقول لك هذا راه دا هذا بزاف ولا دا هذا ناقص. يرى السكان أن اعتماد نظام القرى في توزيع المساعدات يضمن حصولهم جميعا عليها وإن بكميات غير كافية. لا غير محسنين الله يجزاهم. تقول لي هذه السيدة إنهم لا يحصلون على المساعدات سوى من خلال المتطوعين والجمعيات الأهلية، وأنهم لم يتلقوا أي منها من الحكومة، كما أنها لا تشمل احتياجات أساسية من بينها الخيام. هذا هو المنزل الجديد لأسرة تتكون من 10 أفراد فقدت منزلها جراء الزلزال. المتطوعون قالوا لي إن الأسابيع المقبلة ربما تشهد سباقاً مع الزمن في محاولة لإيصال المساعدات الملحة لهؤلاء السكان هنا في هذه القرية المعزولة قبل حلول الشتاء. وتلعب منظمات المجتمع المدني والمتطوعون دوراً كبيراً في عملية جمع وإيصال المساعدات للقرى النائية، خاصة تلك الواقعة في مناطق مرتفعة. إن شاء الله باش دابا الخطة ديالنا الجاية هو أننا نركزوا بزاف على الخيام، والناس هما بنفسهم يلا قبيلات سولونا كيقولنا يخصنا دابا يلزمنا الخيام أكثر. الحكومة المغربية بدورها وبالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين دشنت عددا من برامج الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا، ولكن مع وصول ما يصفه سكان هذه القرية بالكميات المحدودة للغاية من الإمدادات إليهم، يأمل كثيرون هنا في أن يتسنى لهم تلقي شحنات إضافية من المساعدات حتى وإن كانت لا تصل إلى قريتهم النائية سوى عبر وسائل انتقال بدائية. إثار شلبي، جبال الأطلس، المغرب، BBC.